من البداية بس دعني أحكي لك فد رواية أخي العزيز بيني وبينك. تفضل. في تاريخ 9/5/2018 نعم ظهرت مرة أنا على نقاش إحدى القنوات، ففي أثناء الحديث كان مقدم صديق أخ عزيز مثل حضرتك يعني الله يحفظك، فوصلت النتيجة قلت له هاي الانتخابات اللي صارت يعني راح تكون مقدمة لانتفاضة، ستكون مقدمة لانتفاضة، لأنه تجاهل رأي الناس بهذا الشكل وتزوير آراء الناس بهالشكل راح يقود الانتفاضة. فطبعا هو يعني مثل حضرتك أيضا يعني ريفوليوشن، لا يعني شلون كذا معقولة. فالمهم أخي العزيز دعني أقول لك في الشيء، وأنا آسف إذا أتكلم بشكل يمكن صريح صادم أحيانا، تفضل، بقنوات كثيرة، الأمر الذي ما ترك لي أصدقاء بالقنوات للأسف الشديد. تفضل. المرجعية الحقيقة تدخلها مو اليوم ولا البارحة. تذكر حضرتك من الانتفاضة اللي صارت في وقت حيدر العبادي، وفي وقتها بالذات كانت هناك تصورات كبيرة عن حيدر العبادي، بحيث المتظاهرين نزلوا للساحة شتموا كل الساسة بلا استثناء ما عدا حيدر العبادي الوحيد اللي لم يشتم، لأنه كانت الناس مأملة خير، والظن الناس بهالشعب الطيب بهالشعب الرائع ظل مأمن الخير. ففي وقتها المرجعية منحت حيدر العبادي تفويض لم تمنحه لسياسي من قبل، وفشل الرجل في أن هذه، فأعلنت المرجعية أنها لن تستقبل سياسيا عراقيا، وما زالت لحد الآن يعني هي غاضبة على الطبقة السياسية من ذاك اليوم إلى حد الآن. لكن منو اللي يسمع؟ منو اللي يهتم؟ هاي واحدة. اثنين، حضرتك تدافع عن الكاظمي، انا بس احب اقول لك نقطه، انا ما دافع، انا دا اعطيك وجهه نظر موجوده بالشارع، انا ما لي علاقه، انا لا مع ولا ضد، احترامي لوجهه النظر. نعم، مع احترامي لوجهه النظر. تفهم. انا اقول لك انا لا اعرف الرجل ولا ادري بنواياه، وهو قد يكون صادق يريد ان تكون له نوايا، لكن انا والاستاذ جاسم قلنا لك تعبير اثنيناتنا اتفقنا عليه، وهو تعبير الاوليغارشيه. هذا النظام لا يسمح لسين أو صاد مهما كانت نواياه حسنة بأن يخرج عن طوعه. يعني لما راح الكاظمي وألقى القبض على مجموعة الدورة في وقتها، أنا متأكد أن نواياه كانت رائعة، لكن الطبقة اللي تحكم فعلا حقيقية وماسكة الأرض وماسكة النظام لزمت إذانة وجرتها وخلتها يطلع كل الناس المعتقلين. بس دكتور انت ليش هيك وصفك؟ هي المحكمة تصفح. هي عفوا قرار من المحكمة طلعوا، هو مو قرار من الكاظمي ولا انجرت إذنه ولا نهائيا. أخوي العزيز، المحكمة أنا وأنت نعرفها من وقت المالكي. المحكمة كانت وسيلة الطبقة السياسية في الاقتصاص من خصومة. المالكي استخدم المحكمة كممسحة رجل، وأنا مسؤول عن كلامي وقدام الشاشات كلها. أخي العزيز، هذه طبقة تحكم بسلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية سواء بسواء، كلهم مدانين، مدانين بكل قطرة دم نزلت بالشارع. أين المحكمة عندما كان يقتل شبابنا في الشارع؟ أين المدعي العام عندما كانت ترتكب الجرائم؟ أين المحكمة عندما قتلت ريهام في رابعة النهار وقتل عشرات الشباب يوميا ويقتلون ما زالوا إلى حد الآن؟ لا تتكلم لي عن المحكمة.